أيام بعد تسجيل الرأي الجزائري ضمن قائمة التراث العالمي، تتجه الجزائر اليوم إلى إدراج الزي التقليدي النسوي الشرقي في قائمة التراث الثقافي اللامادي للبشرية، حيث سيتم إيداع هذا الملف الجديد قبل 31 من مارس المقبل. اقتراح الزي التقليدي للشرق الجزائري أو لمدينة قسنطينة، لأنه فيه زي يعني مشترك تقريبا بين جندورة قسنطينة ومنطقة عنابة ومنطقة سقهرات ومنطقة جالمة. نسمي هذه المبادرة المهمة جدا أكيد، لأن الزي التقليدي لمنطقة قسنطينة وعنابة لا يتضمن فقط الجندورة ولكن أيضا قفطان الجاية والقفطان القاضي. طبعا هناك أنواع من القفطان المتواجدة بمنطقة الشرق الجزائري خاصة قسنطينة وعنابة، فطبعا نسمي هذا القرار. كنا ننتظر هذا الأمر منذ سنة والحمد لله، يعني إن شاء الله سيتحقق ويتم تسجيله في قائمة التراث العالمي لليونسكو. الزي التقليدي النسوي للشرق الجزائري له خلفية تاريخية، والترويج له يعتبر محطة أساسية لتصنيفه وحمايته من الاستيلاء والاندثار. إذا رجعنا يعني نوعا ما إلى الجانب التاريخي، نقول أنه الزي قديم جدا، ترويج له يجب أن يكون، وشفنا هذه يعني منذ سنتين أو ثلاث، يعني نشوفه خاصة في وقت الكوفيد الكثير أصبح يروج باللباس التقليدي. نحن من يروج لهذه الممتلكات الثقافية سواء المادية أو غير المادية. للجزائر تراث ثقافي زاخر، فتحضير ملفات جديدة أخرى وتقديمها لمنظمة اليونسكو بإمكانها الحفاظ على الموروث الجزائري الغني. يبقى دائما طبعا هذا العمل الذي يقوم به زملائنا ويقوم به طبعا فريق مهم جدا، طبعا نتمنى أن يتحقق ذلك لتحضير ملفات أخرى، لأنه التراث الثقافي للجزائر غني وغني جدا. تحضير ملف يعني يتضمن الخلفية التاريخية، يعني أنه يتعلق بمجتمع ما، أنه أيضا يجب أن يتم تصنيفه للحفاظ عليه. اللباس التقليدي الجزائري إرث ثقافي وأناقة غير موجودة في اللباس العصري، في انتظار رد منظمة اليونسكو لإدراجه ضمن قائمة التراث الثقافي للبشرية.